السيد عبد الرحمن لديه العديد من الموظفين ويريد أن يتحكم في خروج ودخول الموظفين، ولذلك وضع نظام البصمة. ولكن اتضح أن هذا النظام يؤخر الموظفين ويقلل من ساعات العمل، واتضح أيضا أنه وسيلة لنقل الأمراض المعدية. بعدها قام السيد عبد الرحمن بالبحث ووجد شركتنا التي تقدم الحلول، ووضعوا له نظام الكنترول بالكاميرا. والآن السيد عبد الرحمن ليس لديه مشاكل في الوقت، وكل موظفيه مرتاحين. في النظم العادية في نظامنا، وهذا النظام يتعرف على الموظف حتى لو كان بنظارة أو كان ملتحي. للدخول والخروج الآمن والمريح، ننصحكم باختيارنا.